مرحبا بكم. ولا شفتوه المقابله كانت متوازنه بين زوج فرق، عرفنا كيفاش نقفوا، عرفنا كيفاش ندافعوا، عرفنا كيفاش نوصلوا باش نسجلوا هدف لصفر. بعداش ضغط محترم جدا، وكالعاده ماشي مع اللي فاتت. الهدف الاولاني كان كيف كيف ضربه جزاء، اليوم ضربه جزاء، يعني هذايا كيفاش نقولوها، ضربات الجزاء ضدنا كل ماتش، يعني ضد الجيش ضربه جزاء، الاسبوع اللي فات ضربه جزاء، اليوم ضربه جزاء. اما الحمد لله الاولاد قاموا بالواجب، مشكورين. 90 دقيقه كانوا واقفين بالكدا، حتى كي كنا ناقصين ان جوار عرفنا كيفاش ما نوخروش التالي، نمشيو القدام على خاطر كان نوخر كل التالي في سيسيور ناكلوا هدف. اما كما قلت لكم المقابله كانت متوازنه، والحمد لله كنا نتمناو باش نفوزوا بهدف لصفر، لكن مش مكتوب. انا اقول لك جماهير الدفاع الجديد جماهير من ذهب، تغير على النادي نتاعها ماهوش سهل. فما ناس البارح نايمه في الحدائق، جات في الليل، جماهير تحب الجديده ترجع للمكان اللي يلزم يكون فيها، هو مكان التتويجات. وبطبيعة الحال اليوم الجمهور، رغم اللي تعجبني انا في جماهير الجديده، يكون غاضب عليك لكن يسافر معاك، ويسافر معاك لبعيد. بطبيعة الحال انا نتمنى شخصيا ان شاء الله على قريب نشوفوا ملعب الجديده معبي بجماهير جديده، وش سويسور اللي باذن الله الجماهير هذا باش ترجع قلوبها صافيه، وباش ترجع فرحانه بالملعبيه. وان شاء الله ديما نعرفوا، يعني اللي تعرفوا السنتين الاخرين كانت صعيبه على الجديده الجماهير. بطبيعه الحال اذا كان ما تلقاش النتائج اللي تستنى فيها باش تغضب،